الرسالة الأخرى من مين يا شباب؟ الرسالة الأخرى من أخو أبو حصة. وشو؟ أخو حصة أبو حمود. إيه. طيب خلونا نشوف رسالة فهاد البقمي من أخته. إذا الاسم مكتوبة أتمنى تقرأ يا أبو. أبشر بسعادتك. تم. طيب تقول أخوي سندي وعضيدي فخورة فيك وباللي تقدمه وكل ثقة أنك ستكون من أعلى إلى أعلى. تأكد دائما أنك مبدع، قدم كل ما تملك وكن واثق بنفسك وثق بأنني سأدعمك بكل ما أملك من قوة. إلى فهاد البقومي من أختك، ما ذكرت اسمه. يقول وصل يا إبراهيم معي. أسلم أبو حسن. يا شباب خلونا نسمع رسالة فهاد إلى أخته. يقول وصل العطياني. أسلم. دام باقيري على الدنيا ثواني، والله إنك ما تذوقين الندامة، وإن سبقتت كل من على الأرض فاني، سامحيني والوعد يوم القيامة. يا سلام. أقول له صح نقلك يا أبو حمود. أقول أبشريبي والله من حيث ما بغتيني. كفو. طيب استاهل الطيب. أعطيك العافية أبو حمود. الرسالة الأخرى.